السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا. ولكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ونعطوا بشرى للجزائريين. الداء ضد الدواء ضد كورونا يثبت فعاليته للجزائريين. احنا ان شاء الله بربي يكون الدواء بعد ما داروا حجر سماح للشعب الجزائري، ميسمحوا لكم من حلوا الحوانيت، ماشي تاع الدول كاين اللي حوانيتهم حله، بصح الشعب ما يروحش. لازم تكون تواعي، الحانوت محلول، ماشي شارط الحانوت راه محلول تروح. على بالك صباحنا اليوم شنا العجب والمعجب، اليوم شنا العجب والمعجب. الناس تقول بقري كانوا شادينهم، مالكم ما بقى حاير. على بالك النساء اكثر من الرجاله، الا من رحم ربك العائلات، الا من رحم ربك. نورمال خويا، الهول صاري، مالكم ويراكم مال. هذا رمضان مطلقه كي البقري، مالكم والله لا تقول بقري مطلقه. الهول زعما تقول بلي هذا السيبيرات فيها النساء، غادي بالك نروح سيبيرات وحده اخرى نصيب فيها زوج نساء وخمسه رجال. لا النساء تروح سيبيرات النساء، مالكم مالكم اودي بسياسة، وهذا مرض وحرزوا روحكم. ضروك انت، ضروك مرتك دايره لاشين على المغارف، وانت داير لاشين على مليون. ايه مي وين غادي ذاك الغريان غادي يطرطق؟ وكاين اللي يلبوها في السيفيليزاسيون، جايب بلدو جايب بنتو دايرهم في ذاك الكوربات ويدور بيهم ويبدلهم في الكوكا، وحده كوكا وحده سكوكا، وحده منا وحده منا وحده مليا. لا محسوب على هذا تقدم ولا استوى ولا هذا. هذا يقول الله يخلي خيمة سيدكم. ونعاود نقولوا، أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالجزائر محمد يوسفي أنه منذ 23 مارس تم الشفاء أكثر من 300 حالة إصابة بكورونا بعد خضوعها للعلاج سواء بالكوروكين يعني أو في حالة أخرى بالمضادات الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة الجزائرية. ويكشف هذا إن استخدم الدواء الكوروكين بثمر يثمر في الجزائر. وأوضح يوسف أن نسبة 90% من حالات التي خضع لها العلاج ثبت استجابته التامة لهذا البروتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان والإصلاح المستشفيات. وفق ما أدت بالتحاليل مخبرية على تعافيها التام من الفيروس، وأشار إلى أن تم إعفاء عدد من الحالات من العلاج بالكوروكين، منها حالات التي تعاني بالأمراض القلب أو التي ثبت عدم قابليتها للعلاج. أنا إن شاء الله بربي ماذا بينا، التاريخ هو سيفصل فيما تفعلون ولا يرحم منكم. يعني نقول لكم نقولوا باللي اليوم ان شاء الله بربي نتمناو الشعب الجزائري الالتزامات. برك هذا ما كان واحد يلتزم بالاش قال له الطبيب وكلش، خاطر على وقت هذا غادي تنفع غير روحك، غادي تنفع روحك، سمحوا لنا غادي تنفع روحك. برك هذا الوقت غادي تنفع روحك، تنفع العائله تاعك. قال لك الوزير مين قال لهم اسمحنا لبعض المجالات في الكوميرس وكلش، ماشي قال للشعب خرجوا، حانوت غادي يحل، أيا فرماسيان بلع، فرماسيان بلع ما بلعش، أليمونطاسيون كاين اللي ما بلعوش، صحاب الخضر والفواكه ما بلعوش قعدوا نورمال. هادو فاني كسوة، ماشي شارط كسوة، غادي بالسيب كسوة بالسيب فرض، غادي دير لي بلي رمضان إلا ما كسوة راك فاطر رمضان، ولا فرض لازم تشري المغارف والفراشيط والكبشات، لازم فرض. هاو بيتردهم قواعد خمسة في الإسلام، ولا هاو بيتزيدو لنا خمسة وحدة أخرين. لازم فرض تشري فراشيط والمغارف، فرض تشري كسوة، فرض تشري زلابية، فرض تشري الشامية، وفرض تشري الشربات. اجي هم معكم لا وشوية، عاد ساهموا غير بشوية. الحوانت يقعدوا محلا، بصح ماشي انت شرط تروح تدخل عنده، روح بس كو زعما كل واحد يشري حاجة من الناس.
سلابية لها وصاري عليها البراس بنادم يديها قدام الخمسة دايرين عليها لاشال البراس البراس دايرين عليها لاشال قدام الأذان ياه أو البراس دايرين عليها لاشال هذه كاينة هذه مكاش قاع ها هو راكم رايحين أو دعمي أنا بقيت تقولي شي صوالح نشوفوهم كيما كاين اللي هو داير لاشين على المليون وهي دايره لاشين على فرشيطه ومغرب ومن بعد يقول لك اول برد حرز روحك يا ودي حرز روحك انت مرتك هي جايبته من وانت جايبه من وراك مدخلوا لداركم منه غادي تهلك امك تهلك بابك تهلك ولادك خاطر على كاين بزاف اللي لابد ولادو معاه والله العظيم شتا في السيبيرات كاين لي سيبيرات كبار شايدي محسوب مقلش ولده محسوب ولده مطلع فيه بالحبة طح في سلة ويدور به يا هذيك راه مرض راك تلم في اللوكا في المرض هاك طفل شاد ذنبه هذاك مسكينة منا قامك عندي يا ولدي لا الشيطان كان اللي عنده سنين وي عنده 14 طفل 14 هاك الشيطان 14 14 أمر لا كنا نتبعوه ولا ربدنا ولا حاجة أما قالت لي أمركم لا سنين راكم تقلشكم بدايكم قلشكم بلا تا كبرتو ولا يديكم تخدموا معاه هاك تشوف هاي جاية عندك فلوس جايبه وحاطه يا ولي راه شيطان وراك رايح رجال الله شتاك تا ياكلو يولدو كلو 20 ديرك شيباني خطر الله يرحمو هاكا ترا خرت معاه فرحة ترا بلا قال لي روح كانت عندي 30 عام اروى قال لي اش عندك قلت له قال لي اش عندك قلت له 30 قال لي 30 كنت محبس الولاده روح قال لي روح قال لي 30 عام كنت محبس الولاده صايك قال لي مي كان عندي الله 30 عام كنت محبس الولاده كان والد شرمه اي جاي تلعب في قرد استغفر الله ربي قال لي 35 عام كنت محبس الولاده 35 عام ماشي 30 عام 35 قال لي 35 اروع قال لي روح مالك قال لي من... قال لي انا 35 عام كنت محبس الولاده صايك قال لي شتو لاخوتك كبار وصغار وساطه وكل قلت له هو قال لي انا كنت محبسهم هذا كلش كاع كلش من 35 عام كنت محبس كلش انت عندك فلوس جايبو حاطو في كروسه قاعد دور به يا ديرو دخلوه حنا ان شاء الله بربي شنو نقولوا خاصه فانك سكان تاع البليده شنا كيفاش خاوتنا في البليده وين راهي 24 ساعه الحمد لله يا ربي بشرى هذه فنيك حاجه فاكنا فرحوا خوتنا البليديين وين 48 راهي في وقيله 24 ساعه ما كاش حاله اصابه بالمرض كورونا وهذا استجاب لسكان البليده للحجر الصحي هاك تشوف كيفاش حجر صحي طبقوه بمعنى الكلمه خلينا كاين بعض المناطق يخرجوا منا شبيبه منا بصح السيله الاغلبيه نقولوا حنايا 99% طبقوا الحجر الصحي طبقوا الحجر الصحي بمعنى الكلمه حنا دروك المره كاين ناس تروح للطليان تروح ناس مازالوا في ديارهم في انجليز ناس مازالوا في ديارهم في فرنسا كاين اللي مازال ما خرج كل ما خرج بصح انت تجي لهنا يقول لك حلينا لي سيبيرات حل وحلوا غير هما والله لا غير هما غير الشعب يخرجوا البقريه والبقرات هذوك ديك البقرات مالكم قودي في دارك قودي في دارك الحماره قاعده تجي انت وبناتك تجي حافظه كاع الغنى تاع سوكينغ قاعده دايره حاجه الدوريتين ضربك كاميو قلت لك كيما ذاك عام كانوا دايرين لاشين قال لها الحاجة قالت له لا بناتي قال لها شك قالت له راني حافظة الضحكة تاع سوكينغ والبكية تاعو والغنى تاعه الله إي قعدي في دياركم ما قعدي في ديارك طيبي وخلي راجلك مسكين يروح يجيب ويجي أما كنتي تعرفي راجلك ما يعرف راجلك هو اللي جابك تزوج بيك راجلك هو جابك الراجل هو اللي جابك تزوج بيك ومن بعد تولي تبان لك بلي راجلك ما يعرفش يولي يبان لك راجلك عروبي الله يخلي خيمة سيدك بعد زيدوكم بعد بلغنا الله وإياكم ثيابها بالصلاة المباركة القيامة اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير. لكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير.